السلام عليكم، معكم محمد فاهم رئيس مركز الفشتالي لامتحانات البكالوريا 2020. نرحب أولا بجهوية بريس في فضاء مركز الفشتالي. هذا العام تمر ظروف امتحانات البكالوريا ظروف خاصة بحكم كوفيد-19 اللي كان يلزمنا باتخاذ إجراءات خاصة هذه السنة، إجراءات وقائية. فبإضافة إلى محاولتنا المحافظة على المكتسبات والإجراءات السابقة لإعطاء هذه الشهادة وهذا الاستحقاق الوطني ما يستحقه من مصداقية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، فإننا أولينا كذلك الاهتمام إلى استقبال المرشحين لامتحانات البكالوريا هذه السنة، استقبالهم في ظروف وقائية وصحية وأجواء تقيهم من هذا الوباء. وفعلا بفضل مجهودات لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي أو الإقليمي، أخص بالذكر هنا الإجراءات والمجهودات التي قامت بها المديرية الإقليمية بالمحمدية على رأس السيد المدير الإقليمي محمد أجواد والسيد محمد رشيد مفهيم رئيس مركز امتحانات في بالمحمدية، والمجهودات التي يقوم بها لا الطاقم الكتابة ولا السيد الملاحظ. وبهذه المناسبة نشكر السي مصطفى شقير الذي استقبلنا بهذه المؤسسة المخصصة لهذا المركز، مركز امتحانات البكالوريا، وطاقم الكتابة والسادة الأساتذة المراقبين وجميع موظفين بهذه المديرية الذين شاركوا بمجهوداتهم في هذا الاستحقاق الوطني. كذلك ننوه بالوعي الذي أبان عنه تلامذتنا باحترامهم للمعايير الصحية وكذلك للتنظيمات الخاصة بهذا الامتحان والمشار إليها هنا في إشارات. نخص كذلك لابد من ذكر مجال التشوير الذي ركزنا عليه، وذلك لتخفيف على المرشحين وإرشادهم وتسهيل ولوجهم إلى هذه المؤسسة. هذه بطاقة تقنية حول المرشحين بهذا المركز، بحيث استقبل المركز مرشحين من التعليم العمومي ومرشحين من التعليم الخصوصي. يبلغ عدد التلاميذ المرشحين من التعليم العمومي 19 تلميذ، منهم 12 تلميذة، ومن التعليم الخصوصي 136 تلميذ، منهم 64 من الإيلات. شعبة العلوم الفيزيائية خيار لغة فرنسية، وسجل بالمركز عدم غياب أي مرشح وأي حالة غش، كانوا التلاميذ في المستوى ولم يكن أي محاولة غش، لم نسجل أي محاولة غش أو حمل هاتف أو غير ذلك التي من تصرفات التي تخالف القانون. فتحية لتلامذتنا وتمنياتنا لهم بالتوفيق. السلام عليكم، معكم مصطفى شقار مدير مدرسة الفشتالي ومراقب جودة إجراء امتحانات البكالوريا دورة سيوليوز 2020. الحمد لله أنه العملية هذه ديال الامتحانات هي كتمر في ظروف جيدة، سواء من النواحي
جميع النواحي، خاصة العملية ديال التباعد الاجتماعي كما كنقولوا، نظرا للظروف اللي كتمر منها بلادنا وهي ظروف محاربة تفشي داء كوفيد 19. بالنسبة لنا كمدرسة مستقبلة ل 155 تلميذ وتلميذة مرشحين ومرشحات لامتحانات البكالوريا، إضافة إلى ذلك أننا كنستقبلوا تقريبا واحد 50 ديال الأساتذة والأستاذات، إضافة إلى عدد ديال الأساتذة اللي كاينين في كتابة ديال الامتحان، إضافة إلى السيد رئيس مركز الامتحان. هاد الناس كلهم من طبيعة الحال نظرا لأننا خصنا نحافظوا على السلامة ديال الجميع سواء تلاميذ أو أساتذة، فارتأت المديرية الإقليمية بالمحمدية بتنسيق مع السيد رئيس مركز الامتحان والسيد مدير المدرسة أنه يكون السلامة الصحية هي الأول. فلذلك كيف ما شفتوا أن كاين التشوير الأرضي وكاين التباعد، علامات التباعد إضافة إلى علامات باش تكون واحد السلامة صحية، إضافة إلى توزيع الكمامات و عدد ديال الأمور اللي كتحمي التلاميذ والأساتذة. إضافة إلى ذلك نبغي أن نشكر السيد المدير الإقليمي اللي زارنا الصباح في المؤسسة من أجل مراقبة سير الامتحانات وتشجيع الأطر سواء الإدارية أو المراقبين، كيعطي واحد الدعم كذلك للتلاميذ. كنشكر كذلك كل من ساهم من بعيد أو قريب في هذه الامتحانات، ونبدأ بالمنظفة هي الأولى والسيد حارس الأمن، إضافة إلى ذلك عمالة المحمدية نظرا لأنهم كيجيو كيديروا تعقيم الناس ديال الإنعاش الوطني كيديروا التعقيم يوميا. كنشكر كذلك الأمن الوطني لأنهم حاضرين معنا بقوة كيساندونا كذلك في هذا الإجراء الامتحانات. ما ننساش الأساتذة والأستاذات اللي كيتحملوا واحد المسؤولية وبجدية وبروح وتفاني، وما ننساش كذلك الزميل ديالي السي فهيم محمد اللي هو مدير أو رئيس مركز الامتحان اللي كذلك حتى هو واقف على قدم وساق كما كنقولوا. كيف ما قلت أنه الحمد لله الأجواء تمر في ظروف حسنة، ومدرسة الفشالي هي ملي عرفنا أنها كاين مركز في الفشالي فكانت إجراءات يعني كثيرة وكثيرة باش يكون الظروف على أحسن ما يرام، والسلام عليكم.